النهارده عندنا الجلاله. الجلاله ملحمه وحكايه شعب قدر ان هو يشق الصخور وقدر ان هو يطوع الجبال بسواعد الرجال. الجلاله قصه مهمه جدا، قررنا ان انا وفريق العمل نذهب اليها. بقالنا فتره بنسمع عن الجلاله وما كناش فاهمين هو ايه هو المشروع ده. الجلاله 150 كيلو متر بالظبط من القاهره، شمال شرق القاهره، اعلى قمه جبل الجلاله، احد اهم الجبال اللي بيخرج منها يعني خيرات الطبيعه. في هذا المكان منتجع سياحي، في هذا المكان مصانع رخام، في هذا المكان مدينه سياحيه، في هذا المكان مدينه ترفيهيه، في هذا المكان مدينه سكنيه جامعه. يعني عندنا مشروع ضخم جدا بيشغل من 80 ل 100,000 عامل من شركات خاصه وشركات قطاع عام تحت اشراف الهيئه الهندسيه وقيادات الهيئه الهندسيه وظباطها وكل العاملين فيها. والحقيقه ان انا لازم احيي الهيئه الهندسيه بقياده سياده اللواء كامل وزير، وايضا كل الظباط اللي عاملين فيها، وكل الشركات الحقيقه اللي بيشتغلوا فيه تحت تحدي صعب جدا. والتحدي هنا التحدي يعني عندنا تحديين، عندنا تحدي الوقت لانه الرئيس دايما يعني لو قالوا له 3 سنين يا ريس يقول لهم سنتين، لو قال لهم سنتين بيقول لهم سنه، فدايما عندهم تحدي وقت صعب جدا. شق الجبال، شق الصخور، ازاي يعمل طريق من ادنى المستوى بموازاه سطح البحر لاعلى مستوى في الجبل 700 متر فوق سطح البحر، دي كلها تحديات الزمن صعبه جدا، وتحديات ايضا تحديات الصخور، تحديات البيئه، تحديات الصعوبات اللي موجوده. كل هذه التحديات هنتعرف عليها النهارده في رحلتنا في مشروع الجلاله، واللي هيرافقنا فيه او احنا هنرافق فيه سياده اللواء كامل وزير. والحقيقه ان انا يعني احكي لكم قصه خلف الستار. لما رحنا، واحنا رحنا يوم جمعه، كنا فاكرين، حتى قلت لهم يا جماعه لازم يكون في عمال، لازم نصور عمال. قالوا لي لا ما تقلقيش، في عمال كتير. وفعلا ما رحناش مكان الا مكان فيه عدد كبير جدا من العمال. يوم جمعه، يعني احنا رايحين يوم جمعه، يعني الناس دي ما نزلولناش العمال مخصوصا، حتى لو نزلوا لنا العمال هينزلوا لنا 10 20، لكن احنا بنتكلم على ما فيش بقعه في مكان من اماكن الجلاله، مشروع الجلاله، سواء شق الصخور، سواء تفجير المناطق، سواء بناء المدينه السياحيه والفندق السياحي، سواء الاكوا بارك، في اي حته فيها عدد كبير جدا من العماله. هذه الناس، هؤلاء الرجال يعملون يعني 24/7 زي ما بنقول، 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بلا توقف. طبعا بيشتغل ورديات ولكن بلا توقف. بعد ما خلصنا التصوير، والحقيقة يعني بشكر شؤون المعنوية اللي ادتنا هذه الصور من أعلى الطائرات باستخدام الطائرات. بعد ما انتهينا من التصوير، سيادة اللواء كامل وزير قال لي بقى طيب تعالي بقى نروح نرجع ننزل العين السخنة عن طريق تاني. احنا طلعنا عن طريق متسفلت كده، ممهد جدا، هتشوفوه في هذه الحلقة. هذا الطريق شق بيه الصخر، شق بيه الجبل الحقيقة على ارتفاع 120 متر، وفي لقطات كتيرة أنا واقفة فيها جنب ما بين الجبلين، ما بين الجبل يميني ويساري، وده طريق بالفعل تم اتسفلت كله، تم تمهيده كله. سيادة اللواء كامل وزير قال لي بقى تعالي نرجع في الطريق الغير ممهد، الجزء اللي فاضل حوالي 4 كيلو غير ممهدين، ده اللي فاضل علشان المسافة والمدة من مصر الجديدة لحد أعلى قمة جبل الجلالة، قمة المشروع، تبقى ساعة وربع بالظبط. ده الطريق اللي احنا الأساسي، ولكن في طريق تاني. نزلنا بقى بالطريق التاني، وده ما تصورش أنا حبيت أحكيه لكم. وركبنا سوا العربية أنا وسيادة اللواء كامل وزير، وماشيين بقى طبعا عربيات عالية جدا لأنه ده طريق غير ممهد على الإطلاق بين الجبال. والطريق ده هتشوفوا صوره برضو بعد كده. هناك بيتم تفجير الصخور، تفجير الصخور وتفجير الجبال ازاي؟ شرحت لكم قبل كده انه في اجهزه كبيره جدا، في معدات ضخمه بتعمل ثقوب داخل الجبال من اعلى الجبل، هذه الثقوب بيتم ملئها بالمتفجرات، والظباط والقوات المسلحه بيفجروا، او رجال المفرقعات بيفجروا المكان، وبالتالي يبتدي يلين الجبل، يتفتفت الجبل
الجبل الضخم العظيم ده يبتدي يتفتفت حته حته جزء جزء، وكأن هذه الجبال تلين بالفعل بين ايدي هؤلاء الرجال. لكن اللي انا بهرني مش بس الرجاله، مش بس العمل، مش بس العزيمه، بهرني حاجه تانية خالص. سياده اللي هو كامل وزير واحنا ماشيين كل شويه يوقف السواق يقول له اقف هنا، يفتح الازاز ويقول له يا محمد تعالى، اللي اخبار كذا وكذا وكذا ايه؟ انا مش قلت لك مش عارفه، طبعا بيقول كلام هندسي انا ما فهمتش منه حاجه خالص، مش انا قلت لك كذا كذا، انا قلت ان انا هعدي الاسبوع الجاي، تعرف لو ما عدتش الاسبوع الجاي فلان كذا 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 انا هعمل فيك ايه؟ يقول له فندم تمام يا فندم. وفي اخر الكلام يقول له ايه؟ ومراتك عامله ايه؟ خفت ولا لسه؟ مش كانت عايزه دواء؟ فيقول له اه يا فندم وصلنا الدواء وكله تمام ورحنا المستشفى وكله تمام. يقول له طيب سلم لي على ابوك ويمشي. نروح لحته تانية، يا مينا عمك عامل ايه؟ اخباره ايه؟ ازاي؟ انا بحكي لكم ليه الحكايه دي؟ لان هذا الرجل، وده اللي بالنسبه لي بصراحه مبهر، احنا بنتكلم في الاف العمال يعرفهم بالاسم واحد واحد. انا قلت له سياده اللواء انت تعرف مينا ومحمد ومايكل وحسين وعبد الله والشيخ مش عارفه مين والشيخ مين والشيخ مين؟ قال لي اعرفهم واحد واحد، انا باجي هنا كل اسبوع واعرفهم واحد واحد. لو حد كان حكى لي الحكايه دي هقول يا جماعه ده اوفر شويه. احنا مشينا ساعه ونص، ساعه ونص كامله بالعربيه، كل 10 دقايق بيقف يسلم على الناس، يجيبهم يتكلم معاهم، عارف تفاصيل دقيقة جدا في المشروع. عملت ايه هنا في القصة دي؟ ولادك عاملين ايه؟ اخوك عاملين ايه؟ وبعدين يشرح لي يقولي على فكرة العيلة دي ماسكة المنطقة دي في الجبل، وعلى فكرة احنا بنشتغل مع هم بيشتغلوا معانا، وهم دول اللي دلونا على ضرب كذا. والحقيقة ان هو استعان بالبدو الموجودين في هذه المنطقة. البدو الموجودين في هذه المنطقة عملوا ايه؟ وهتشوفوهم معانا برضو في هذه الرحلة. هم اللي دلوا القوات المسلحة، مشوا اولا مع اللواء كامل وزير ومع قيادات الهيئة الهندسية في هذه الضروب وهذه الطرق لساعات طويلة جدا، بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على افضل الاماكن التي يمكن تفجير الصخور منها. يعني لانه ممكن يجي المهندس، اي مهندس معماري، يبص كده على المكان ده ويقول مثلا هنفجر من المنطقه دي علشان نشق الطريق من المنطقه دي. الراجل البدوي، الراجل يعني بدوي البسيط ده، يعرف بقى معلومات اكتر كتير من اللي يعرفها المهندس. ليه؟ لانه يعرف افضل مكان يتم تفجير الجبل منه، الحته اللي مش هتكلفنا بشكل جيد، المنطقه اللي فيها الجبال رخوه شويه، المنطقه اللي فيها الجبال فيها تجويفات، وبالتالي هذه التجويفات لن تكلفنا لا متفجرات كتيره ولا معدات كتيره. فقرر سياده اللواء كامل الوزير يعمل ايه؟ انه يسمي كل منطقه باسم شيخ، الشيخ البدوي اللي ساعدهم في هذه المنطقة. فعندنا مثلا ضرب مطير، وعندنا ضرب فلان، وعندنا ضرب علان، بأسامي مختلفة جدا لكل أهل هذه المنطقة اللي دلوا القوات المسلحة وساعدوا القوات المسلحة واشتغلوا مع الهيئة الهندسية، لأنهم جزء من الوطن ده، اشتغلوا معاهم وساعدوهم، وقد إيه سعادتهم وقد إيه فخرهم انه يتقال لك ان ده جبل كذا او ده ضرب كذا او ده فلان بعيله كذا، يشعروا بالفخر وعيلتهم. وهم جم كلموني وقالوا لي قد ايه احنا عندنا احساس بالفخر يا استاذه انه المكان ده مكتوب عليه اسم عيلتنا، كل ولادنا وكل احفادنا هيفضل دايما المكان ده مكتوب باسمهم. هنا ده ذكاء القائد، هي فكره ان هو مدير المشروع، لو انا اعتبرت اللي هو كامل وزير مدير مشروع، فهنا دي الفكره ان هم كلهم ولاده كلهم يعرفهم، كلهم يعرف احوالهم، يعرف ابوهم وامهم واولادهم والست اللي بتولد والست اللي عيانه وابنه اللي عايز يخش المدرسه. العلاقات دي مهمه جدا.